الإطارة. وفي انتظار أن تتدخل الوزارة الوصية لتعبيد المسلك الطرقي المؤدي إلى قرية بوجبار على أطراف الدريوج، في انتظار ذلك تطوع 50 شخصا لإصلاح الطريق تاويزة بلسان أهل الريف، وتعني التضامن لفك عزلة كلما أمطرت في جبال الدريوج. عبد الحميد مرابط ومحمد حشوب. هذا الشيخ الكبير لم يمنعه لا وهن عظمه ولا اشتعال رأسه شيبا من الانخراط مع ابناء قريتي بوجبار والعزيب الواقعتين بجماعة ولد مغار بنواحي اقليم الدريوج في مبادرة تضامنية لاستصلاح طريق لم تعد سالكة، طريق هي المنفذ الوحيد لساكنة القرية نحو العالم الخارجي. لا بد أن أمد يد العون إلى أبناء قريتي في هذا العمل التضامني، إذ يحز في نفسي المعاناة اليومية للسكان. نحاول أن نشق طريقا مؤدية إلى القرية، إذ نعاني كثيرا خلال فصل الشتاء جراء انقطاع هذا المسلك غير المعبد، واقع دفع بعض المحسنين إلى الإسهام المالي في إصلاح الطريق في حين ساهمنا نحن باليد العاملة. لقد أسهم البعض باقتناء الإسمنت والحديد أو تقديم مبلغ مالي، ومن لم يجد مالا يتطوع به أسهم بالمشاركة ميدانيا في إصلاح الطريق. قرية بوجبار بتعداد سكاني يقارب 800 نسمة وقرية العزيب بسكنة تقدر بألف نسمة تعانيان من غياب مسلك طريقي معبد، رغم أنها لا تبعد سوى ب3000 متر عن الطريق الساحلي الرابط بين الحسيمة والدريوج، فكان الحل في غياب تدخل الجهات الوصية أن تدعوا إلى خطوة سواء في إطار تضامني أو تويز باللسان المحلي. نطالب بتدخل الوزارة المعنية لتعبيد الطريق التي أثقلت كاهل السكان الذين يضطرون للاستعانة بالدواب من أجل التسوق ونقل البضائع. كلما دهم المخاض نساء القرية إلا واضطررنا لنقلهن على أكتافنا للوصول إلى الطريق الساحلية، كما نضطر للاستعانة بالدواب لنقل البضائع إلى منازلنا الواقعة بهذا المرتفع. هو إذن عمل تضامني نبيل شارك فيه أزيد من 50 شخصا من ساكنة المنطقة بأقاصي الريف، تحسبا لقدوم فصل الشتاء وتخفيف المعاناة عن سكان قريتي بوجبار والعزيب بإقليم الدريوج، جهود أثمرت تشييد طريق ممهد بإمكانيات ذاتية محدودة.